في هولندا يمتلك المساجين مفاتيح زنزاناتهم بأيديهم، بل ويستطيعون الدخول والخروج من السجن وإلى السجن قبل الساعة 9:30 مساء. وهذا العمل عبارة عن جزء من خطة إصلاحية جاري تطبيقها في عموم سجون البلاد من قبل الحكومة الهولندية. بعض السجون الهولندية مثل سجن دودريخت وزاندام وأرنهم وغيرها من السجون في هولندا يوجد فيها شاشات رقمية، وبإمكان المساجين داخلها بأن يقوموا بأي طلبات عايزينها، مثلا من البقالة، سوق الخضار، وأيضا يستطيعون بحجز مواعيد مع سجناء آخرين أو مواعيد مع الدولة. بل إن المساجين في هولندا يتمتعون بحقوق لا يتمتعون بها ناس بكامل حريتهم في أراضيهم وفي بلدانهم الأصلية. بلغ عدد المساجين في هولندا ما يقارب 11600 سجين من أصل 17 مليون نسمة. وهذا الرقم يا أصدقائي في تضاؤل وفي نقص مستمر بمرور الأيام، وبسبب استمرارية تضاؤل هذا الرقم سجون كثيرة في هولندا تم إغلاقها بالكامل، ويقال من العام 2009 حتى هذه اللحظة تم إغلاق ما يقارب 19 سجنا. وفي سبتمبر الماضي يا أصدقائي اضطرت الحكومة الهولندية أن تقوم بمراسلة الحكومة النرويجية نظيرتها النرويجية بإعطائها بعض المساجين حتى لا تضطر هولندا بإغلاق الكثير من السجون، وحتى تظل هذه السجون مفتوحة وشغالة. يذكر أنه حوالي 240 سجين من النرويج جاءوا إلى هولندا عشان يحتبسوا في هولندا ويعيشوا في الفايف ستارز بريزن، هذا السجن اللي هو فعلا 5 نجوم فيه كل شيء. رمضان كريم ويوم سعيد إن شاء الله عليكم جميعاً.